لله الحمد يعود معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية باستدامة وتراث بروح متجددة، فعاليات متجددة، قطاعات متنوعة، عارضين متعددين، عارضين جدد، فعاليات على منصات جديدة، خدمات جديدة للعارضين، ابتكارات ومنتجات. لله الحمد أنه المعرض يعود بإجراءات وبعد الانفتاح والموضوع الكورونا، فيعود أنه بكافة الإجراءات، متبعين كافة الإجراءات اللي لسلامة الزوار والعارضين. طورنا كثير من البرامج المتخصصة، وكذلك أنه اتبعنا كافة الإجراءات الخاصة بدائرة الثقافة والسياحة ولجنة إدارة الطوارئ والبرامج، إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي الخاصة بجائحة كورونا، في أجهزة فحص الحرارة، كذلك دخول الزوار، ممرات آمنة، لوحات إرشادية، كذلك نقاط للتعقيم، تعقيم دوري للقاعات والمنصات، تذكير دائم بارتداء الكمامات. يعني الحمد لله والشكر أنه تعود الحياة مرة ثانية إلى الأنشطة والفعاليات، مصاحبة مع إكسبو الحدث الأكبر في دولة الإمارات. وسعيدين أنه بنشوف نعود إلى الملتقى السنوي، أكبر معرض للصيد الفروسية والحفاظ على التراث في منطقة الشرق الأوسط.